بونسوار يا احلى عالم. اليوم الحلقه الاولى من للرجال فقط لادهم شرقاوي. انت من تراب وهي منك. سالت مره حالك ليش النساء بحبوا يحكوا اكثر من الرجال او بينتبهوا للتفاصيل اكثر او مثلا هن حساسين اكثر عاطفيين اكثر؟ انت بتحب تحكي بالسياسه، هي بتحب تحكي بتفاصيل. لما بتروح مثلا على مطعم ما بيخطر ببالك ابدا انه تقعد تفكر شو كان لون الشرشف تبع الطاوله، وبس تجي هيك فجاه بتقعد تسالك هي انه احكي لي تفاصيل، شو شربت، شو اكلت، كيف كانت كبايات العصير. انت طبعا ما همك الا شو كان بالصحن وشو العصير اللي شربته، بس ابدا ما عم تنتبه لتفاصيل ثانيه. في اختلافات كثير كبيره بين الرجال والمراه وطريقه تفكيرهم. إذا ما كنت منتبه من قبل مع أنك عم تعيش هيدا الموضوع يومياً، هلأ صرت عم تنتبه أكثر. من أول ما خلقنا مختلفين، مع العلم أنه منعيش ببيت واحد وكل واحد عنده يعني نفس الدين، نفس التربية، نفس الأهل، نفس كل شيء. بس بتلاقي أول ما نكبر ببلش بتصير عندها شخصية غير، تصرفات غير مختلفة عن الرجل، والرجل نفس الشيء بيكون مختلف. هلا لما يصيروا ببيت واحد هون بتبلش تبين الاختلافات. لتنجح العلاقه الزوجيه، لتكونوا تكملوا بعض، للحب يكبر اكثر، اكيد الحب هو اساس العلاقه الزوجيه والاحترام. بس مثل ما ولد الحب يقدر يموت اذا ما نحن غزيناه. اول قاعده هي انه نفهم بعض ونفهم اختلافاتنا. يعني بدك تعرف انه هي هيك طبيعتها، هي بتحب تحكي كتير، هي حساسة، بس تفهمها رح تعيش كتير مرتاح. ترجع الفوارق والاختلافات بين الرجل والمرأة لزمان كتير، لما الله خلق آدم وحواء، خلق آدم من التراب من الطين، ومميزات التراب إنه بيطلع فيها الشجر، وبيطلع فيها السنابل يلي بيطلع منها القمح، وهيك بيكون يعني في انتاج. عشان هيك الرجال بيكون بحب انه الشغل كتير، بحب انه يكون هو المنتج. يعني بتلاقي كتير بيتضايق اذا كانت مرته هي اللي بتشتغل وهو اللي قاعد بالبيت. اما المرأة فهي خلقت من الضلع، من ميلة شمال مطرح القلب، علشان هيك بتحسوها حنونة اكتر، ميلة للعواطف اكتر. لكن هيدا هو السبب اللي برشحه الكاتب ادهم شرقاوي. هو ما بيحب يتطرق كتير للدين، بس مضطر انه يتطرق لهيدا الموضوع. دايما ايها الرجل تذكر انت من التراب وهي منك. لكن كل ما تشوفها هي متأسرة من موفي مثلا قاعدة تبكي بالنهاية وانت تطلع وتقول شو هيدا ايليان، او مثلا موقف تحسه انت انه صغير وهي تأثرت كتير، دايما تذكر هيدا الموضوع. ما تنسى ابدا عيد ميلادها ولا اي مناسبة، هي ممكن تنسى عادي بس بتهتم كتير هي باشياء عاطفية أكثر من المال والشغل، فهيك بتكون أنت أريح لما بتكون بتفهمها. يا رب يكون هيدا الفيديو عجبكم، وإذا بتحبوا بعد فيديوز أكثر رح كمل إن شاء الله. بليز اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ثانك يو كتير، ترقبوني بحلقة تانية. باي.